تنضم الينا من مقر الهيئه الوطنيه للانتخابات مراسله اخبار مصر ولاء الحديني. ولاء، بعد التحيه اطلعينا على اخر مستجدات استعدادات الهيئه الوطنيه للانتخابات لاجراء الانتخابات في الخارج. يعني جيهان، بعد التحية، بالفعل انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من استعداداتها وإجراءاتها لتنظيم عملية الانتخابات في الخارج، والمقرر إجراؤها يوم الأول والثاني والثالث من ديسمبر. يعني هذه الانتخابات تجرى داخل 137 قنصلية وسفارة داخل 121 دولة كما ذكرتم. أيضا تفتح اللجان الفرعية أبوابها للناخبين أمام الناخبين في الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء، وذلك حسب التوقيت المحلي لكل دولة. أيضا الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت في بيان لها قبل ذلك أن لكل مواطن مصري له حق الترشح في الإدلاء بصوته في الانتخابات، سواء من المقيد في كشوف الناخبين، سواء كان مقيم خارج مصر أو يسافر لفترة وجيزة، يدلي بصوته داخل اللجان الفرعية، وذلك من خلال إظهار بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، أو من خلال جواز السفر ويكون أيضا ساري. الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك لتنظيم عملية الانتخابات خارج البلاد تمثلت في التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج التي من شأنها أن تسهل عملية الانتخابات على الناخبين، وذلك من خلال أجهزة الدعم الفني وفريق الدعم الفني الذي يقدم كافة أوجه الدعم الفني للصفات والقنصليات خارج مصر. أيضا كان هناك عدد من اللقاءات الافتراضية مع السادة السفراء رؤساء اللجان الفرعية خارج مصر، وذلك لمناقشة كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية التنظيمية والفنية والقانونية والإدارية الخاصة بالانتخابات الرئاسية. أيضا وزارة الخارجية بدورها قامت بعمل محاضرات، الهيئة الوطنية للإعلام بدورها قامت بعمل محاضرات بمقر وزارة الخارجية للرؤساء البعثات التي تم إرسالها للخارج ورؤساء اللجان الفرعية، وذلك للتحدث حول ضوابط العملية الانتخابية والرد على كافة الاستفسارات والأسئلة الخاصة بضوابط العملية الانتخابية. نعم، ولاء الحديني من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات مراسلة أخبار مصر، شكرا جزيلا لك.